ورقم 9 بيسكو. بيسكو هجمة مدريدية أولى خطيرة والهدف من الأول. 1-0 كريستيانو رونالدو، 1-0 كريستيانو رونالدو. رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون. جاك اللي ما يرحمش يا بوفون. الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد. 1-0 للبلانكو ريال. كريستيانو دونيل كازيميرو كازيو. يا تاريخك يا البلانكو. خطيرة جول. التعادل اليوفي ولكن كايلور يتصدى. كايلور نافاس يفسخ أقرب كرة يوفنتينا للتعادل وإدراك التعادل. هذا لاعب فوتسال كرة القاعات برتغالي مسجل 79 هدف. رقم 9. ديبالا فوق الجدار. امشي ديبالا. ضربة من عن طريق كازيميرو. سامي خضيرة. سامي خضيرة. ديبالا والكرة برا. وهناك لقطة شائكة. وهناك لقطة ستسيل الحبر. وهناك لقطة عن طريق الهجوم. يلعب خضيرة. هي ديبالا. هي ديبالا. ما فما شيء. ما فما شيء. ما فما شيء. ما فما شيء. والحكم ماذا يقول؟ ورقة صفراء. ورقة صفراء للتمويه على باولو ديبالا. الليجري اللي عنده نسبة فوز 73%. خطيرة العرضية. خطيرة من دوغلاس كوستا. قريب 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 قريب. رونالدو الثاني خشينة برشا. حلوة برشا. يمشي كرة والحارس ديبالا فوق الجدار. ديبالا جول. مش ممكن. مش ممكن. رفضت الشباك ورفضت ديبالا. كرة خطيرة. هذه كرة فيها زهر. رونالدو رونالدو رونالدو. جبالو جبالو جبالو. ريال مدريد عنده جينات الشامبيونز ليج. لاديان نتاعو فيها الشام. كرة تمشي لمشوار الارجنتيني. فما خطأ. فما فاول. وفما ورقة صفراء. سنرى قرار الحكم. كرة من كارفاخال. كارفاخال خطيرة. يا رونالدو يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير. يا كريستيانو. يا رونالدو. هدف اسطوري. هدف انطولوجي. هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. رونالدو اولا رونالدو ثانيا. يا معقدهم. العب يلا يا اسطوري يلا يا انطولوجي يلا يا معذبهم يلا يا جول يا دور يلا. هداف التاريخ. سفاح التاريخ. كريستيانو رونالدو عالمية. كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم. الهدف الثالث. التيكي تاكا. لوندو